الآذان الطويلة حكاية من التراث اليوغسلافي. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هنالك حاكم يعامل رعيته بمنتهى القسوة والأنانية، وقد صم أذنيه عن جميع ما يقال من حوله من نصائح، فكان حصاده الدائم كراهية الجميع وبغضهم له. كان الحاكم يضع على رأسه قبعة لا تفارقه أبدا أثناء الطعام وفي الحمام وحتى في أوقات النوم، وظن الناس أن الحاكم مصاب إما بالصلع أو بتورم في رأسه. لا 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 شك أن في رأسه قرنين طويلتين. نعم، احتفظ الناس بظنونهم تلك سرا بينهم، ولم يكن يعرف ما تخفيه قبعة الحاكم سوى الحلاق الذي يزين له شعره، إلا أن جميع من دخل القلعة من الحلاقين لم يسمع عنهم أي شيء، لذا انخفض عدد حلاقي البلدة انخفاضا ملحوظا، ولم يتبقى منهم سوى حلاق عجوز متقاعد منذ 20 سنة، وحلاق آخر شاب متدرب لم يسبق له أن حمل المقصة من قبل. يريدك الحاكم. وهكذا استدعي الحلاق إلى قلعة الحاكم، وعندما علم بالأمر ازرق وجهه خوفا، واصطحبه المهرج إلى الحاكم حيث كان يجلس أمام مرآة كبيرة بانتظاره. هيا ابدأ أمرك. أتسمح برفع القبعة يا سيدي؟ ورفع الحلاق الشاب القبعة. ماذا بك؟ تريد أن تقول رأسي مختلف، ها؟ أليس كذلك؟ أبدا أبدا يا سيدي، كنت أمتع نظري بشعرك اللامع الجميل يا سيدي. حسنا هيا اعمل، هيا أبرك. ولشد ما كانت دهشة الحلاق كبيرة حينما رأى رأس الحاكم، وكانت له أذنان كبيرتان، إلا أنه تماسك وكتم مشاعر الدهشة في نفسه كي لا يلاحظ الحاكم ذلك، فمن يدري ما تكون عاقبته إذا ما ضحك مثلا. قل لي أيها الشاب، ألا تعتقد أن أذني طويلتان؟ أبدا إنهما طبيعيتان. أحسنت أحسنت، إنك تعجبني أيها الشاب، ستحلق لي شعري دائما منذ هذا اليوم، ولكن حذاري أن تخبر أحدا بما رأيت، هل فهمت؟ هل فهمت؟ بعد عودة الحلاق الشاب إلى دكانه ازدهر عمله بشكل ملحوظ وكثر زبائنه، إلا أن اهتمام الزبائن كان منصبا على سماع أخبار رأس الحاكم. اسمعوني، إن رأس الحاكم ماذا به؟ أخبرنا. ماذا أخبرنا؟ لا شيء لا شيء. أرجوك أخبرنا ماذا لا شيء. عفوني من هذه الأسئلة. ماذا لما بك؟ لماذا تضحك؟ ألحق إني أراك. كما تعلمون كان من الصعب على الحلاق الشاب أن يحتفظ بما رآه سرا مع نفسه، ولكنه كان يبتلع الكلمات كلما حاولت الخروج من بين شفتيه، وهكذا انتفخت معدته انتفاخا ملحوظا. إن رأس الحاكم به يا نعم. فهمت الآن، إن ما حدث لك نتيجة لابتلاعك لما تريد أن تفصح به، وإذا تبعت هذا فستموت لا محالة. لا أستطيع، إن رأس نعم رأس ال اذهب إلى الوادي واحفر حفرة وقل فيها ما تشاء. نعم. وعملا بنصيحة الطبيب ذهب الحلاق الشاب إلى الوادي وأنشأ فيه حفرة. أذن الحاكم كأذني الحمار، أذن الحاكم كأذني الحمار، أذن الحاكم كأذني الحمار، أذن الحاكم كأذني الحمار.
بعد ذلك عادت معدة الشاب الحلاق إلى حالتها الطبيعية، وعاد إليه نشاطه، وكلما شعر بحاجة للكلام ذهب إلى حفرة. أذن الحاكم كأذني الحمار. أذن. وذات يوم أذن الحاكم كأذن أي الحمار. وبمرور الأيام نبت القصب في الحفرة التي أعدها الحلاق الشاب. وذات يوم مر راع من أمام الحفرة، وكان هذا الراعي يجيد العزف على المزمار، فأخذ قصبة وجعل منها مزمارا، وبينما كان ينفخ فيه أذن الحاكم كأذني الحمار، اندهش الراعي لما سمعه فعزف لحنا مختلفا، ولكن أذن الحاكم كأذني الحمار، أذن الحاكم تتا كأذني الحمار. كفى كفى، قل لي هل سمع أحد هذا المزمار سواك؟ كلا كلا يا سيدي، هذا مزمار فريد من نوعه، إنه يصلح لأذني الحاكم فقط، وسأرضى بأية جائزة تمنحه. جائزة؟ أتظنني سأعطيك جائزة بسبب هذا؟ نعم. اخرس، احضروا الحلاق. وأصر الحلاق المسكين على أنه لم يخبر أحدا بسر الحاكم. لم أخبر أحدا، صدقني. نعم. اسمعني أيها الحلاق، لا يهمني إذا ما تكلمت في حفرة أو تحت الماء، المهم أنك أبحت بالسر، وعقوبة ذلك الموت. سيدي. وشعر الحلاق بدنو أجله فأغمض عينيه. ألم تسمعوا شيئا؟ أسمع أصواتا غريبة بأذني. نعم، أذن الحاكم كأذني الحمار، أذن الحاكم كأذني الحمار. سمع صوتا ضعيفا آتيا من مكان ما عبر السماء، كانت نباتات القصب تغني فتحمل الرياح غناءها، وبعدها بدأت أشجار التلال الغناء أيضا، ثم بدأت مياه النهر الغناء أيضا، وهكذا وصل الغناء إلى المدينة تدريجيا. أذن الحاكم كأذني الحمار، وانتشرت الأغنية في جميع أنحاء البلاد. أذن الحاكم كأذني الحمار. كفى كفى، أرجوكم كفى كفى، لقد عرف السر، يا للمصيبة، لقد انتهيت، انتهى كل شيء، يا إلهي، لقد كشف السر، أمر لا يطاق، إنها صدمة، صدمة كبيرة، أجل، صدمة. كيف سأتحمل، كيف سأتحمل، كيف كيف. إن أذنيك كبيرتان يا سيدي لكي تسمع بهما أصوات الشعب. حقا؟ أنا لم أنتبه إلى ذلك من قبل. حقا ما تقول؟ ها؟ أجل يا سيدي. وهكذا استمع الحاكم إلى رعيته للمرة الأولى. استمعوا إلي جيدا، لا شك أن لي أذنين كأذني الحمار تماما، ولكن ليس هناك عيب في هذا، وكم كنت غبيا لأنني أخفيت هذا الأمر، ولقد أدركت الآن، إن الله تعالى وهبني هاتين الأذنين حتى أسمع أصواتكم جميعا. والآن هيا قولوا لي، كيف لنا أن نبني البلاد ونعمل على ازدهارها؟ كما أرجو أن تخبروني بجميع أخطائي منذ الآن فصاعدا. عاش الحاكم، 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 عاش الحاكم،
صمتت أشجار الوادي عن الغناء كما صمتت نباتات القصب ومياه النهر. ومنذ ذلك اليوم أضحى الحاكم عادلا محبا لرعيته ومستمعا لآرائهم.